أردتك تعتذر وبصم لك لسام السلام رايد حجة قل لك عز على طائح فانوسك زعل منك وجاك الليل تضل تعثر حسلك لو تجي الصالح معزتك غلاطك خلت الآسف فصل مكتول يا سلام لعيونك الماسخ عوض على المالح دلال الخربك أي ظرف خارج قوس الماء الزائد على الزرع دم سائح أحبتنا مشاهدين قناة الأيام وصلنا وياكم الحلقة جديدة وثرية أيضا لشاعر مبدع وغني عن التعريف في الساحة الشعرية الحبيب والكبير أيضا ناصر ومناحي كل راسي علي الله يطول عمرك ويرفع قدرك ونرحب فيك في بلدك الثاني يا بعد راسي لأن المفروض أنت اللي ترحب فيه الله يسلمك بلدك الثاني الله يسلمك يا مرحبا شنو أخبارك والله بشرك الله يطول عمرك كل شيء على ما تحب وفرحان بوجودك الله يسلمك الله يعزك شعر شلون وياك الحمد لله في أحد ما يحب الشعر لا والله ماكو واحد عنده شعور ما يحب الشعر ما في أحد ما يحب الشعر أنت والشعر صفتين متلاصقات طبيعي أغلب الناس اللي تعرف ناصر مناحي تعرفه شاعر نعم بس مو أغلب أبيات أبو مناحي تقول عن اسمك ممكن هي عرفت قبلي ها يعني أيهما أكثر وصول اسمك لو قصايدك لا أعتقد قصايدي بشكل كبير بعد لأن هي عرفت قبلي بمراحل شنو سبب انقطاعك المزاج والله يعني ما اعتبر انه انقطاع تام لكن هي حاله شعراء دائم هي غريبه عليك سبات نعم يعني اغلب ما يتحكم في الشاعر مزاجه اغلب اللي يثيرك لكتابه الشعر شنو الموقف لو القصيده كل شيء جميل يثيرني لكتابه الشعر حتى المواقف فيه مواقف سيئة وفيه مواقف جميلة. بالحالتين دكتور. نعم بس الموقف السيء أحاول إني يعني أتجنبه مع أن أنا بوجهة نظري أن الشاعر لازم يعبر عن جميع الحالات اللي مر فيها كتجربة. سيئة أو حسنة. سيئة أو حسنة لأنك أنت لازم تكون شاعر شامل. طبعاً. ما تكون شاعر طبعاً. غرض واحد طبعاً. أو جهة واحدة. طبعاً من أهم المسابقات اللي شاركت بها. شاعر المليون. وصلت 48. نعم. شلون كانت التجربة؟ ممتازة هو وجهة الشعراء يعني في السنين الأخيرة يعني نسبة الفائدة أنا أقصد الفائدة الإعلامية طبعا شاعر مليون برنامج ضخم جدا برنامج دولة لا من رعاية لا من اهتمام لا فمستحيل أحد يشارك فيه ما يكون مستفيد ها نعم إلا فضل عليك طبيعي أها طبيعي خلينا نستهل الحلقة أبرك الساعات الله يبارك فيك يقول وقلبي اللي ممتلي رهبة وخوف يا كم تكاسل في الحياة وكم نشط على كثر ما واجهتها من الظروف من رحمتك يا رب عمره ما قنط معادلي في سالفة عمري شفوف أمرها مرور من مر وفقط من أول أحط النقط فوق الحروف اليوم خليت الحروف لا نقاط نقط ما كل صح يجنب الناس الحسوف الصح في الوقت الغلط يطلع غلط الله الله في راسي ترزام القنوف يا ليت في قلبي شعيب منبسط ترى مسافر ما يمل من الوقوف إلا الوقوف اللي على سيره الشنط وترى الكتب للناس ما هي للرفوف تسافر واجد الله الله ترى المسافر ما يمل من الوقوف إلا الوقوف اللي على سيره الشنط وترى الكتب للناس ما هي للرفوف وترى الكريم اللي يعطى ما شرط والحب ما فيها قوياء ولا ضعوف فيها القلوب تصير قلب وتختلط يا سيد الباقي من أداب الوصوف عيونك الفصحى وأنا شاعر نبض واللي على عنقك من اللولو يطوف والله لو إنه من إحساسه أنفرض على السمار اللي من البيض مخطوف ولا على عود من الله مر الرض إن كان قلبك لا يحن ولا يروف تبنى من الجد وقلبناها عبد الله 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 البيت شلون مال كلام الصح في المكان نعم ما كل صح يجنب الناس الحسوف الصح في الوقت الغلط يطلع غلط بالله
بالله حكمة يا حبيبي، حكمة رهيبة. الله يطول حكمة عمرك. رهيبة. الله يطول عمرك ويرحم والديك. الغاية من كتابة الشعر هو إيصال رسالة. طبيعي. تبحث عن إعجاب الناس؟ أنا أبحث بس مو كل الناس. أنا لي بيتين بعد فيها، يعني قول جميع غلطاتي من الإحساس، واللي يعاتبني يعاتبني، ما هو بشرط أعجب جميع الناس. أنا ما كل الناس تعجبني. والله صحيح. أنا ما يصير أطالب أني أستحوذ على إعجاب الناس وهم مو كلهم يعجبوني. والله صحيح. والله صحيح. الله يطول عمرك. المشهد الشعري الخليجي شلون اليوم؟ أنا أشوف أنه في تطور ممتاز، يعني في تطور حتى في لفل الكتابة. أها. نعم، مستوى الكتابة الرتم، لما تسمع شاب صغير بعشرين سنة واحد وعشرين سنة يطلع مطالع شعر تاريخية، تعلم أنه في منافسة بينه وبين نفسه. طبعا الكثرة انتشار الشعر وكثرة الشعار. طبعا طبعا. بعدين لو ما خذينا من المشهد الشعري الحالي إلا فائدة واحدة، أن الشاعر يقدر يقدم نفسه في أي مكان في السوشيال ميديا، هذه نعمة للجميع. الحمد لله. يعني ما عادت قصدك بس قنوات، ما عادت احتكار قنوات إعلامية. طبعا. مجلات، أماكن، لا. إحنا الشاعر الصحيح، الشاعر اللي ينظر في نفسه القوة، ما هو محتاج دعم أحد. أنت سند المن؟ سند المن؟ الكل طيب. ومنو سندك؟ كل طيب أيضا. نعم. حتى تربطك بمعرفة وما تربطك بمعرفة؟ ما لا، طيب ما أحيانا في ناس تربطك فيهم معرفة وعشرة، لكن لا، يقوم مقامهم ناس معرفتك فيهم سطحية. شايف أكو بعض الناس من هو قريب عليك يطلعك إنسان خالي من الأخطاء؟ ممكن، ولكن مجرد ما يبتعد عنك راح يقول بخطائك. فعلا. برأيك شنو السبب؟ هذه أسباب تعود له، يعني شخصية. ممكن يعني أنه كان محتاج؟ ممكن، يعني في اشياء بعض الناس يستغل الاشياء اللي يعتقد ان الشخص اللي قدامه ما هو عارفه. يعني لي بيتين بعد من ضمنها، من قصيده مشهوره هي لكن توضيحيه للمشهد، تفسيرا لما ذكرت، اقول فيها: كم شق في ثوبك اللي ساتره ثوبي قبل اكثر الناس تدريبك وتدريبي، يوم أنت محتاجني ما شفت عذروبي، واليوم عقب الرخاء بانت عذاريبي، تدري وش اللي خذاك ورجعك صوبي، خذاك مني رداك ورجعك طيبي. الله الله الله, الله عليك يا أبو. الله 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 الله. فأنا أشوف أن الشعر يجب أن يكتب في جميع المواقف، هذه للشاعر. أبو مناحي خليني راح أسألك سؤال وخليك صريح معي. أبشر. أبو مناحي منو يدهشك من الشعراء؟ والله كثير يعني، بس السؤال هذا بالذات ممكن يزعل ناس ويرضي ناس. لا لا، احنا بغض النظر عن ذكر الاسماء. اي بس كثير نتكلم يعني عن الشباب. انا اسولف عن مستوى القصيده. ممكن شاعري يعني اتوقع انه شنو يكتب، انه مساحه ضيقه. اي صح. واكو شاعر لا، في كل مره يبهرني. عبد الله ناصر السبيعي. ونعم. كل حضور له يدهشني، من الكويت أحمد تميم الدوسري. أو نعم. من السعودية ماجد الجهني، ومن الكويت بعد أيضا مزيد الوسمي. أتكلم عن الشباب. ها، بس على مستوى الشباب. يعني هم شباب في قمة الليفل اللي وصي. أنا أتمنى أني كنت أكتب يعني في ذاك الوقت، بذاك الوقت وأنا أكتب نفس المستوى اللي هم يكتبون. زين، أتمنيت قصيدة قراها شاعر من الشعرات من اللي أنت كاتبها؟ نعم. تستذكر منها شيء؟ حبيبي كيف أمر بشارعك ما تدري إني جاي، وأنا أعرف الصباح اللي يجيبك من دعاديعه. الله. عبد الله ناصر السبيعي. هذه من أكثر القصائد اللي تمنيت أنها تكون لي. الله الله. في بعض الأحيان ظن بناس تحسهم طيبين، لكن الأيام تنخدع كفيلة. فيهم الأيام كفيلة. هذه فيه بعد بيتين شبه مشتهرة:
أقول ما حصل شيء والدنيا غريبة حال. اليقين أفضل من الشك والتخمين، تحسب أني ردي وأنا أحسبك رجال، والنهاية طلعنا كلنا مخطئين. الله 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 الله. بعض العلاقات تظن فيه الظن الطيب وهو يبي يوديك المكان ظن ثاني غلط. هذه الأبيات قال من الخيال ولا واقع؟ لا والله واقع. ها نعم. هو هاكو هيك إنسان والله، هاكو أعبر من هيك بعد. صدق والله؟ والله العظيم. أكثر شيء صدمك شنو؟ أنا أكثر شيء يأثر فيني الخذلان. الخذلان الله يكفينا وياك شره، هو لما التأمل في الشخص ما التأمل فيه شيء، التأمل فيه أنه يكون مثل ما عرفته، ما التأمل، ما حد بحاجته حد الحين، بالله ما حد بحاجته حد، بس التأمل أنه يكون اللي أنت عرفته، يعني نفس النقاء اللي عرفته فيه، البياض اللي عرفته فيه، فجأة يخذلك بتصرفات أبعد. أكو بيت يعني من أغنية للفنان تامر حسني يقول من كثر الناس اللي في ميت وش إيه بقيت أشتاق للي بوشين. الله فعلا يا أخي، أنا أشوف الإبداع. أنا مشكلتي ويا ذول الناس بصراحة، مشكلتي من يوقفون على المراية يا وجه يستخدمه. لا تليش مشكلتنا إحنا معاهم، إحنا نسكت. ايه هذه هو سكوت اهل الحق إيه على اهل الباطل، ظنوا اهل الباطل انهم على حق، يعطيهم القوه والجرأة. طبعا طبعا طبعا، وهو انت مرات تترفع فعلا تترفع. خلينا ناخذ قصيده، نطلع من هالجو ونروح للغزل. يلا احلى شيء. يقول وش تبين من المطر والغيم يا ضحكات خلي، من يشوفك شاف نوض البرق في عرض المخيلة، زابنا الصوت الرقيق وزابنا الوجه المهلي، ما تسيل وادي يمني في حاجة مسيلة، زابنا الصوت الرقيق وزابنا الوجه المهلي، ما تسيل وادي يمني في حاجة مسيلة، ومسكيدي لين اجي كلي معك واروح كلي، اعتبرني تايها خلاك في الدرب الدليلة، الله انت الكرمش اللي يا منه ذبح عود يصلي، ولا أنا مالي على شيء عطاك الله حيلة، شايف في عيونك الثنتين ترحالي وحلي وصامت صمت الصبور اللي على جمر المليلة، تشرق الشمس وتغيب الشمس وأنا في محلي أتحرى وأعرف الغاية ولا أعرف الوسيلة، الله من عدلني عنك قلت الموت عنده جايز لي، لو بغى قتلي طعنت الروح لين أشفي غليلة، فدوة الطرف الكحيل وفدوة الغمازة اللي قاربة من مبسمك ولا روة من سلسبيله، انضحكت تعلم الأزهار وشلون التجلي، وانبكيت تساوي النفس العزيزة بالذليلة، من عرفك وما قضى عمره، انضحكت تعلم الأزهار وشلون التجلي، وانبكيت تساوي النفس العزيزة بالذليلة، من عرفك وما قضى عمره طروب ومسفه اللي من لقاك وما لقى الدنيا مثل وجهك جميلة، منت بالضبي الجفول ومنت بالضبي المفلي، الضبا ما تسجن العاشق ولا تخلي سبيله، لا تعلمني على فرق الغرور من التغلي، العيوب اللي على غيرك عليك من الفضيلة. الله سلامتك. الله 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 الله، ما أخذ فاصل، أبرك الساعات، الله يبارك فيك. أحبتنا يا مشاهدين قناة الأيام، فاصل ونعود إليكم. أحبتنا مشاهدين قناة الأيام، عندنا وياكم بالبارث الثاني من حلقة هذا اليوم مع الحبيب والكبير ناصر مناح. شو أخبارك؟ الله يكبر قدرك يا حبيب. الله يعزك، إن شاء الله ما تعبنا. لا كل شيء تمام. الله يسلمك. الله يعزك. أنت أستاذ لمن؟ أستاذ لمن؟
والله أنا ما أشوف نفسي أستاذ إلى الآن، أنا لازلت أتعلم. من أستاذك؟ كثير، من ناحية الشعر يعني ولا من ناحية الشعر الحياة؟ أنت مخير. أنا أحب مساعد الرشيدي الله يرحمه. الله يرحمه. الله يغفر له. شعرا. شعرا ومرجلة وكل شيء. أها. نعم، هو من أول الناس اللي حرصوا علي أو أثنوا علي بتويتر علني قدام العالم، فكان دافع يعني معنوي كبير. يعني هذا أفضل تعليق وصل لك، أفضل شهادة، أفضل ثناء مر علي في تاريخ حياتي. مساعد الرشيدي. شنو كان شعورك لما قرأت الثناء؟ فرحة لا توصف. صدق والله؟ والله العظيم. تذكر شنو قال؟ نعم. شنو قال؟ تذكر. قال لي أنت شاعر، يعني في المستقبل أنت شاعر كبير، يعني الأشياء اللي تسويها الحين هي للمستقبل مش للوقت اللي حنا الحالي اللي حنا فيه. الله الله الله. نعم. أكو من وجهة نظرك أكو شبه لسيدة أحلامك؟ لا تسأليني في البشر من تشبهين، أنت مثل للحين ما جالك مثال، بلا حورين وبلا غماستين، جمالك أجمل من علامات الجمال، قولي أنا اللي بطرف المبسم يمين، منين جات ومن متى ومن أي خار. الله 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 عليك يا علي. طريق الوصول صعب لو سهل؟ والله بكمية الشعراء الحين بين الصعب وبين السهل، لأن صار فيه كمية إبداع كبيرة وصار فيه سهولة في الوصول. سهولة في الوصول. سهولة في الوصول. شنو تعليقك عن الشعراء اللي في ال11 يقولون ناصر وناحي أبونا؟ هذه من محبتهم، هم من محبتهم الله يكبر قدرهم دنيا وآخرة، يشوفوني شيء كبير يعني كشعر وكتعامل، ولا أنا من داخل أشوف فيه الشعراء أشعر مني يعني. ونعم من عندك. الله يطول. ونعم من عندك. الله يطول. خلينا نأخذ قصيدة من ناحية. يقول تفرش البال يا لون الحياة العتيق، هنا زبرجد لياليك وهنا لونها، يا ما عطيت القدم لم توهات الطريق، ويا ما عطتني الليال الغبر مرسولها. الله. ويا ما هقيتني الناجي وصرت الغريق، والناس لولا التجارب غابت عقولها، وانا مع العز لي سيره وحبل وثيق، وثيابي اللي علي طولي وانا طولها، ما قلت تكفى لحد حتى وانا مستضيق، اخاف لا يحسب اني دايم اقولها. الله عليك. الله. انا مع العز لي سيره وحبل وثيق، وثيابي اللي علي طولي وانا طولها، ما قلت تكفى لحد حتى وانا مستضيق، اخاف لا يحسب اني دايم اقولها، منابت النفس والورث العريق، العريق يزيد من صبرها ويكثر حمولها، يا حظ من حط ذكر الله الجوفه، رفيق زهدا بالابواب فاتحها ومقفولها، الارض لله والانسان حر طليق، والله يحاسب عباد الله بفعولها، يا رب لا تختبر نفسي بما لا تطيق، ورضاك يا رب غايتها ومدلولها، الحمد لك والثنى اللي في جلالك يليق، ويا الله عفوك ومغفرتك وما حولها. الله 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 الله. في بعض الأحيان أنه تحس من ساعة تكلمنا بهذا الموضوع أنه وهو يمك أجمل عبارات الثناء والمجيد. نعم. مجرد ما يبتعد عنك يقول كلام يا ريت موجود بيك. للأسف يا ريت موجود بيك. فهي يقول لهنا وانتهت، لو رحت وصلوا له لا يحكي علينا، عيب قلوله. الله أكبر. ولو كلش طبيعي بالظهر يحكون، من يمتى الذكورة تحب الفحولة؟ الله أكبر الله أكبر. من يمتى الذكورة تحب الفحولة؟ ابتلان الله ببشر بس تختلف وياه،
تلقى أسرارك بكل حلق مقيولة. لو يحكي الصدق ما تزعل وتختاض، بس المشكلة بزينك يحط لولة يعكس أهل الناس. الله أكبر، يعني حتى الزين يخربه للأسف. والله أنا لي أبيات في نفس الموضوع هذا، بس ماني ذاكرها بالضبط، لكن يقول فيها من شنو، إيه عندك لسانك وش تبي بلسنتنا، ترى اللي تسويه نقدر نسويه لكن منها أخلاقنا مانعتنا. الله، بعض الناس ينجر إلى طريق يعتقد أنه قوي فيه، لا إحنا ما نقدر نجاريك. أي بالله، بسبب يعني أشياء نكرم منها. أي والله العظيم، برأيك أكو ظروف معينة تمر بالبشر تخليه يحتاج للتوسل؟ التوسل ما أعتقد أنا، لأن توني خالص من القصيدة، لسه القصيدة اللي قلتها، بس التوسل ما أعتقد فيه، يعني تنصى الناس، الناس للناس، لكن مرحلة التوسل ما أظن. أنا قبل شوي القصيدة اللي أقول فيها ما قلت تكفى لأحد، حتى وأنا مستضيق أخاف لا يحسب أني دائم أقولها. الله. الله الله الله، العزة في كل شيء، حتى في ما قلت تكفى لأحد، حتى وأنا مستضيق أخاف لا يحسب أني دائم أقولها، أخاف أنا يحسب هذه شغلتي أني أمشي وأقول تكرم. إيه؟ كرم. الله كرم. الله يطول. كرم. أكثر الأشياء اللي ندور عليها، سعادة اللي أحب، الناس اللي أحبهم دور سعادتهم. نعم، على طاري هالمشهد أقول تبريت من صوتي بعد ما علي قساك، ووقفت لا ذاكر دروبي ولا ناسي، أعرف أتكلم لين أجي لزعلك ورضاك، أشوف الكلام أصغر بواجد من إحساسي، وأنا الله. والله أن البسمة اللي تمر شفاك أدور عليها كأني أدور أنفاسي. الله 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 عليك. الله الله الله. برأيك اللي الناس اللي يدور البسمة على شفاهم يستحقون؟ إن شاء الله أنهم يستحقون. أنا أخوي ليصر مني شاعر، الله يحفظه، عنده قصيدة طويلة لكن من ضمنها يقول إلا الندم إلا الزعل على السنين اللي مهي بأجمل سنين، يكفيك عن شين واقعها جمال أحلامها، ولا الندم إلا الندم على الكلام الزين للي كان زين، على الأقل يكفي إنه كان زين أيامها. الله، هو وقته زين خلاص، لما تخلص كيف بعد براحته براحته. هذا سؤال دائما ينسأل، أنت من يابرج؟ والله ما أعرف. سألت أنت يا لون تحب؟ سألت الشخص الغلط. الألوان، الألوان أنا هسا البرج ما تعرف؟ لا والله ما أعرف. اللون اللي تحبه؟ الألوان أنا أحب ألوان كثير، بس أقربها الأحمر. من باب الدموية ومن باب الرومانسية؟ لا لا، الرومانسية الدموية ما نحبها. الله يكفينا وياك شرها يا حبيبي. آمين يا رب العالمين. مرحبا لين الظلام يضيق والنور يتغشمر، والقصيد يقلب الصفحات بين أبوه وأمه، وجهك الذباح مستانس على الفستان الأحمر، لا جلا منك ذبحتي لك حبيبي يضيع دمه. الله 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 الله. على لسان الدموية، مو غالبا ما الدموية سلبية، يقول قالوا من الذبح ثوبك بحمار. نعم، هو المعذب نشوف الثوبة دم. الله أكبر الله أكبر مو؟ الله أكبر. نعم صح ولا خطأ؟ نعم صحيح صحيح. لا لا إحنا، أنت قلت الدموية وإحنا الجانب الثاني. لا لا والله ما قلت ذلك والله. غالبا ما الشعراء إحساسهم مرهف. طبيعي صح، طبيعي أصلا، من واجب الشاعر أنه يفصل المشهد الطبيعي يملاه بالمشاعر. يعني أنا ما أشوف حلوة بحق الشاعر يكون جلد. القساوة مطلوبة، مطلوبة والحنية مطلوبة، والحنية مطلوبة، بس خليها الحنية غالبا ما طبيعي، خليها الحنية غالبا ما. يعني من واحد يجي يعتذر وطالب من عندك السماح تقبل. يا رب والأكبر، ترى احنا فينا ميزة حلوة يا الشعراء. وهي احنا ما نغلط،
دائما نحط الغلط على غيرنا بالصحيح. ايه لا احنا مو معصومين ايضا نغلط. ايه صحيح انا وياك صحيح. لا لا نغلط وحالنا يعني ونغلط وجزء نغلط بكثرة. صح نغلط بكثرة بس اقصد انه اكو حنية مرات حلو من انا اشوف حتى انواع الخطأ. اكو انواع حتى الخطأ بانواع في بعض الاحيان انا اخطأ بحقك اوكي بس انا ما قاصد. صحيح لا شوف اللي انا من وجهة نظري اللي بدون قصد ما يعتبر خطأ. عليك نور هذا اللي حتى أنا حتى العذر ما يحتاج فيه. عذر بسيط يا بتاع ما بسيط. مثل يا أخي الواحد يرقد ما يدري متى يقوم يقوم ولا ما يا أخي سامح وامشي أنت ما أخذ من الدنيا. عندك ملهمة للقصائد. نعم. إيش قلت عليها؟ بشويش يا هبة النسمة على رأسها هذه تفاصيلها عذر ما حد يشرحه وعيون هاللي رماح الموت حراسها تقدر تسولف مع الواحد وهي تذبحه. أوف. أنا فدا لانتباهتها ولنعاسها وللغرة اللي تمر الليل وتصبحه حتى قصيدي تشوف إنه من إحساسها تكره من يعذبه وتحب من يمدحه. الله 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 يقول عريان سيد خلف الله يرحمه يقول أنا محتاج موت. الله يرحمه ويغفر له. أنا محتاج موت. وحاجبك سيف وموت بغير هذا السيف ما اريد. الله لك كانت يا حلوه الطول جيات. يا سلام عجب تبخل علينا بجيه العيد. الله 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 يرحمه الله يرحمه. شاعر عراقي كبير معروف. الله يرحمه الله يخليك الله يسلمك الله يرحمه. هذا الخوف قبل ارتقاء المنصه او قبل القراءة جائز صح؟ نعم جائز. نعم. أكثر مرة خفت به؟ أول ما صعدت مسرح شاعر المليون. الحلقة الأولى. الحلقة الأولى. أوصف لي شعور يرحم والديك. شعور رهبة. رهبة وما مع أنك متمكن من أدواتك. متمكن شعريا بس أنا قبل ظهوري على شاعر المليون ما طلعت بأي مكان ولا أي لقاء ولا أي برنامج ولا سناب ولا أي شيء. يعني ما تواجهت مع الكاميرا. ما أعرف أسمع الناس بس يعني يبدون إعجابهم بتويتر بالمنتديات فقط. هذا كان أول مواجهة للجمهور. طيب شنو كان تعليق الجمهور؟ المسرح كان 800 الحضور أو شاطئ الراحة فل والكاميرات ولايف يعني هذا خوف ما بعد خمس خوف. دقائق من الرعب. الله ايه والله. شنو كان التعليق؟ لا ممتاز. تستذكر يا جملة وقفتك؟ والله تجي هذه قديمة تبي تعلمهم نحن شيبان يعني احنا متشببين ومتذكرتين. والنعم من عندك يا حبيبي. هو هو تعليق قديم بس موجود بس والله ناسيها لأنها الحلقة هذه حقت شاعر اليوم. اكو في بعض الأحيان اكو في بعض الأحيان تعليقات من ناس تحسها مهمة. نعم يعني أعوذ بالله من كلمتانا أعوذ بالله من كلمتانا. كانت في مسابقة وقالت لي أعتقد الممثلة آسيا كمال أو الشاعر الله يرحمه صباح الهلالي قال لي أنت دارس فن الخطابة؟ الله أكبر. هو سؤال لكن سؤالي. ما تعرف أنا إيش قد يعني سوى صحيح. عندي راحة واستقرار صحيح. صحيح. تفهمني شلون؟ هذا اللي كنت قصده. اي لا انا والله هذيك المرحله ناسي تفاصيلها والله يعني كلها. يقول المتنبي يقول الناس تعشق كل ذي خال. اي الناس تحب اي واحد عنده شامه طبيعي. الناس تعشق كل ذي خال وكيف حبيبي وكله من خال. الله المتنبي كان يتكلم بلسنة الشعراء كلهم. نعم نعم. انا اقول مرحبا يا وجه كل يسر الناظرين والله انه حلو بزمام وبلي ازمام يوم عاف النوم لجل السهر لا تزعلين من يحب النور من شامتك حب الظلام اضحكي لين ادري انك وضحكاتك يقين ومهليني عمر لين الله يجيب الكلام. الله الله عليك وانت مهلني اخذ فاصل يا حبيبي خذ راحتك. عجبتنا مشاهدين قناة الايام فاصل ونعود اليكم.
حلقتنا مشاهدين قناة الأيام وصلنا وياكم إلى ختام حلقة هذا اليوم بالبارت الأخير مع الشاعر الكبير الله يكبر قدرك ومقامك كل الهلة وحياك. أتمنى أنه ما أرهقناك ولا أتعبناك. لا أنا هذا عندي ليلة من ليالي العيد يعني راسي. بغض النظر عن مواجهك وقعدتك يكفي أني طالع معك أنت الله يسلمك الله يسلمك. راح أطل بصراحة على جمهور يتنفس الشعر. أتشرف. أنت شرف. جمهور كلنا نحبه ونحب البلد اللي هو من نبع. الله يعزك. يا مرحبا والله. يعني. في بعض الجميلات حزينات. هل برأيك أكو مبرر لهذا الحزن؟ يمكن على حسب الوصف. أنا قلت جميلات فأكيد فأكيد الوصف جميل. لي بيتين فيها. هي مواساة أكثر من إنها. أقول عل صوتك صوتك البعد خلاه يتغير عل صوتك صوتك البعد خلاه يتغير ولا تلوم الحزن لا من لقابك ما يثيره تاهت الضحكات من مبسمك لأنها صغير ودلت الدمعات عينك لأن عينك كبيرة الله 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 والله مبرر لطيف جدا مبرر لطيف لازم نواسح آخر أمسية حضرت فيها؟ لا نهائياً ما طلعت لا لا أمسيات أنت رافض ولا أسبوحات أنت رافض نعم ولا برامج تلفزيونية بس هذه عشان قدرك وجيتك يعني الله يعزك الله يسلمك شكراً لهذا العطاء شكراً خلينا نأخذ قصيدة يقول تصد القلوب من الغلاء والنفوس تمل يهون الجفا لا شافت العين ما تكره على رمح صوتك ماتوا المشكلة والحل سراب الدروب أصدق من الحرف والنظرة على رمشك تسيل المحابر وينبت ظل أنا تحته المحتار واللي غريب أمره أحبك طواري بس ما عاد أحبك خل ولا زلت أحب العذر بشفاك وانتظره أحبك طواري بس ما عاد أحبك خل الله الله ولا زلت أحب العذر بشفاك وانتظره تزل يدي برقمك مثل ما لسان يزل مع اللي تحده كلمتين على صدره توريني دروب المفارق وأنا ما دل مثل من يورونه قبل موته قبره تغلى بكيفك لو تصير المحبة غل لكن لا تساوم من يحبك على قدره تراي الفقير اللي غناتها بكلمة ذل ابتسامة وهو لو جاد فيها دفن فقرة الله الله الله, الله, الله عليك الله, 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 الله. تقول عن هذا الموضوع في بعض الأحيان الشيب إلى مبررات نعم يقول أضحك بتشذب يا سلام بس نعرف معيوف الله شنو تفسرها عمري صغير ومشيب يجيبوا لي دواء وأضحك وهز الإيد وأقول لهم بصوركم تقدر الطيب الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحين في بعض الناس علاجات نعم نعم أصلا في أي مرض من الأمراض الله يكفينا الشر العلاج الأول فيه علاج نفسي فيجيبون لك الناس اللي أنت تحبهم أول نقطة الله 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 فطبعا الأشياء اللي الناس اللي تحبهم الأشياء اللي تحبها هذه هي أول مراحل العلاج العافية إن شاء الله أي بالله أول مراحل العافية إن شاء الله تصيبك العافية دائما وأبدا الله, الله يسلمك أكو غاية من الشعر بالنسبة لحضرتك لا والله أكتبه مجرد هواية والله أني أكتبه هواية ومحبة ناوي توصل لمكان معين أعتقد أن الرتم في تصاعد يعني قصدك أنه أنت مجد بالوصول لمكان معين ما فيه مكان ما فيه حدود هو ما فيه حدود الشعر ما فيه حد ما في أنا شاعر ودي حتى أن هل روسيا يرددون أبياتي الله كل حق مشروع شاعر حق مشروع إيه؟ برأيك متى ينفصل ناصر مناحي عن القصيدة؟ ما أعتقد إن فيه انفصال بعد عمر طويل حتى بعد الوفاة ما فيه انفصال ما أعتقد يتداول اسمك نعم نعم أنا يا علي
احب انا على قناعه تامه ان الاشياء الشعر اللي ينكتب باحساس صادق، اهم شيء الاحساس انه يكون باقي للزمن. يعني اقرب قصيده لجمهورك؟ هم يحبون تبر الدنيا، قصيده مشهوره هي مغناه طبعا، خلينا نسمعها. حافظها؟ نعم. تبرد الدنيا وترتاب القلوب من السكينة، لا شوارعها دروب ولا مساكنها مباني، وتضايق لين ملقاني على طراف المدينة، مال سمعي غير غصات النسم بين المحاني. رحت مثل اليائس اللي تكتم انفاسه يدينه، لين ما مرت علي أحداث عمري في ثواني عشت، يا صوت يعود الليل ذكراه وحنينه، قالوا العالم نساك وقلت والله ما نساني، والله إن قلبه جريح والله إن نفسه حزينة والله إنه مثل ما عاني من الفرقاء يعاني، لو نساه وجه الفجر صبحا يصبر ساهرينه، ما نسيتك يا ولا أحبك نطق فيها لساني. الله. لو نساه وجه الفجر صبحا يصبر ساهرينه، ما نسيتك يا ولا أحبك نطق فيها لساني، كيف ينسى من غفى وجهك على راحة يمينه، كيف ينسى من تفاصيله بجنبك عمر ثاني، كيف بنسى وانت ما ينساك أحد مريت عينه، كيف بنسى وانت كل اللي بقالي من زماني، الليالي دون ضحكاتك نسايمها غبينة كلها صارت تذكرني بصوتك لا دعان. الله 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 عليك أنت يا حبيبي. الله 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 يطول عمرك. الله ان شاء الله نقيم مسير بغداد. والله تشرف، شرف عظيم. انا سعيد اني طالع معك، فما بالك عاد لما اسويها ببغداد. الله تاكد ان سعادتي راح تكون اكبر من كل شيء حبيبي. والله اتشرف. حبيبي والله حبيبي. حبيبي والله. من هو الإنسان اللي تحسه صاحب فضل على حضرتك؟ من أي ناحية؟ الناحية الشعرية طبعا. الناحية الشعرية، شعريا ما أعتقد أن فيها أحد له فضل شعريا. يعني في بعض الأحيان نسولف على البدايات أنه كانت مثلا هذه القصائد أنا كنت أقول سمح لشخص أو كذا شاعر يقول لك هذه جيدة هذه غير جيدة شيلها. هي تقصد أصحاب يعني طالعين مع بعض نستشير بعض. ها يعني ما تستشير واحد أكبر منك بالتجربة؟ لا لا ما فيه ما فيه، لأن حنا الوقت هذاك ما كان فيه انفتاح نفس الحين، يعني كان منتدى وماسنجر. صح. ما في أي أداة من أدوات التواصل. صح. فحتى الأصدقاء كانوا بعاد من بعض، الحين لا، كل واحد تشوفه. إذا ما تشوفه إذا ما تشوفه دليته وينك فيه تعال. صح صح صح. ما يقدر يحاش منك حتى. أي بالله صحيح. بالله صحيح. وصلنا لختام البرنامج. أريد نسمع منك قصيدة. أنا والله ودي أشكرك دام حنا في نهاية البرنامج، وأشكر الشباب المشاهير اللي من الكويت لما انفتحت الحدود العراقية، مناحي بن هلبان العجمي والشباب اللي طلعوا وورونا العراق بالشكل الجميل اللي حنا نتمناه واللي حنا نحبه. الله يسلمك ويعزك. وسعيد جدا بفتحة المنفذ بيننا وبينهم. يا بعد راسي والله. وتشرف بزيارتكم قريبا. والله يا ريت. والله يا ريت. والله من دواعي السرور. يعلم الله ان قد ما قلت المشاعر اللي فيني اكبر من اي كلام. حبيبي والله. الله يسعدك. حبيبي والله. قصيده قول لا والله ماني مرخصك في الموادع، بس انا لا كبر همي بقلبي قاعد تضحك، خطاويك كانت واضحة كيف صارت همس، كأنك تفكر في خساراتك وربحك، خطاويك كانت واضحة كيف صارت همس، كأنك تفكر في خساراتك وربحك، وربحك تظن المحبة كسر خاطر
وشوفت نفسي انا عاهدك لتشوفها حزنك وفرحك ترى المنخذل حتى النسم يحسب انه درس يمر اللي يمر الوجيه الساهيه مرت المضحك وبتعدي الليله وتطلع علي الشمس ولا عاد يسعدني مساءك ولا صبحك. الله الله عليك انت. الله 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 عليك انت. كانت رحله ممتعه. انا والله اني سعيد جدا ومتشرف ومستمتع اكثر منك. لو ما كنت شاعر شنو تكون؟ لاعب كره قدم. لاعب كره قدم رياضي. نعم. انت رياضي حاليا؟ ولو الهيئه ما تساعد بس احبها يعني احب الكوره حيل. ها. نعم. متابع جيد؟ متابع جيد والعب يعني. شنو تشجع؟ من اي نوادي؟ برشلونه ولا ريال مدريد؟ لا برشلونه. الشغل الشاغل العالم العربي؟ الشغل الشاغل عندي ميسي. ميسي ميسي وين ما يروح انا معه. الان باريس سان جيرمان وفي الكاس العالم كنت مستذبح على الارجنتين والحمد لله اللي خذاها. وصلنا لختام الحلقه. شنو تحب تقول للسيد المشاهد؟ هذه كاميرتك. اقول الف شكرا ولجميع من تابع ومتشرف وسعيد جدا اني طالع لشريحه ثانيه انا غايب عنها غياب تام واتشرف بمتابعه الشعب العراقي العظيم لهذا البرنامج. ويا مرحبا يا علي في بلدك الثاني. شرفتنا وانستنا ونورت حبيبي والله. الله يطول عمرك. يمين الله يعزك. احبتنا مشاهدين قناة الايام وصلنا وياكم الى ختام حلقة هذا اليوم. كان معكم في الاعداد والتقديم اخوكم علي المنصوري. سامحونا اذا طلع من عندنا قصور. في امان الله.